الفريق الدولي. وصلنا الآن إلى الدوري الإيطالي، إلى جنة كرة القدم. من سيفوز بسكوديتو؟ من سيحمل الدرع، درع البطولة بين الأنتر وميلان؟ الأخوان اللدودان العدوان مستمران جنبا إلى جنب إلى آخر رمق من عمر بطولة هذا الموسم. الميلان سيتنقل إلى ساسولو يا عمار، بينما يستقبل الإنتر سامدوريا، وفارق نقطتين بين الفريقين. مقابلة صعبة جدا للميلان في ساسولو. نعم. حتى وان النتيجتين يقدروا يتوجهم كبطل، كتعادل كالفوز، ولكن مقابلة صعبة ضد ساسولو. الانتر ضد سامدوريا، وبلي سامدوريا تقريبا ضمنت البقاء تاعها وتلعب بدون ضغط. الانتر نوبلي يقدر يفوز في المقابلة، ولكن الميلان مقابلته صعيبة جدا، رغم انني مانيش نشم في مفاجأة، ولكن مقابلة صعبة جدا ضد ساسولو. لا، ساسولو فريق عنيد، فريق صعيب خاصة في ميدانه، يقدر يحدث ويلعب بالهجوم، يلعب بالهجوم يشكل لك صعوبات. الانتر مع سامدوريا، سامدوريا يعني كما تكلم وقال ضمنت البقاء تاعها ب 36 نقطة، يقدر يعني حتى الانتر يقدر يفوز في هذه المقابله، ولكن مقابله ساسولو وميلان اسي راح تكون صعبه كثير. صعيبه صعيبه. امين، كيف يتهيأ الميلان من اجل اقتناص نقاط هذه المباراه والتتويج باللقب؟ ما عنده حتى طريقه محمد الا الهجوم من الدقيقه الاولى. نعم. الاعتماد على اذرعه الهجوميه المعتاده، عنده رافائيل لياو، عنده جيرو، عنده ابراهيموفيتش، مازال ما ولاش، ولكن يبقى خيار من الخيارات المتاحه في مثل هذه المباريات. ولا خيار الثالث الاونه الاخيره. نعم، بعد الاصابه جيرو راه يمد احسن، رافائيل لياو راه يسجل، ريبيتش. نعم، ريبيتش راه يسجل، بونالي ايضا رغم انه لاعب وسط ميدان الا انه يسجل في المباريات الاخيره. يعني تشكيلته واضحه خصوصا مع تالق تونالي الان. ثنائيه كيسي تونالي اصبح يعتمد عليها كثيرا مؤخرا المدرب بيولي. بالنصر ما نشكش انه راح يكون اساسي في المباريات الاخيره، كلها يعتمد عليه كاحتياطي، يقدر يعتمد عليه في ثلاثة ثاني، يقدر كما قال لك يعتمد عليه في مقابله. نعم. نابولي مقابله تكتيكيه جدا، وفريق لي ممتاز في وسط الميدان، دار كيسي تونالي بالنصر، وبالنصر افونسا شويه باش يقاوم اكثر السونتينيل تاع نابولي، وقدر يربح المقابله، وخاصه لما ربح وسط الميدان وربح المقابله في الاخير. ممكن ممكن جدا صح. نفاد تذاكر مباراه تتويج ميلان في 20 دقيقه فقط بعد طرحها. جحافل الانصار تستعد الى التنقل الكبير من اجل الاحتفال سويا بلقب الدوري الغائب عن خزائن الفريق منذ اكثر من 10 سنوات. صح، 2010 2011 اخر موسم توج به الميلان تقريبا 12 سنه. نعم. اعطينا من فضلك يا كسيلة اجمل اهداف الميلان في موسم تتويجه 2010 2011. تفضل. عمد الميلان معروف خاصه لما ياخذ الالقاب، معروف الفرحه الهستيريه، الفرحه المنظمه اللي يفرحوها كالانصار كاللاعبين، وبلي عندهم فرحه خاصه الايطاليين عندهم واحد لو شارم في الفرحه رائع جدا، وخاصه بعد 12 سنه ما فازوش باللقب، دوبلي راح تكون فرحه فيها بزاف لي زيموسيون، فيها بزاف الاحاسيس. فريق دوبلي اللي يستاهل البطوله، لانهم المقابله الاولى للمقابله الاخيره تقريبا كان ثاني او ثالث دائما الترتيب، ما خرجش من البوديوم، يستاهل اكثر من الانتر. نعم. او نابولي. نعم. عمار، الميلان سيلعب على فرصتين، التعادل او الانتصار من اجل التتويج باللقب دون انتظار نتيجه الانتر. يعني نقطة التعادل تكفي، هل تعتقد بأنه سيركن إلى الدفاع ويترك المبادرة لساسولو ولن يغامر ولن يهاجم؟ شوف، طريقة لعب الميلان من بداية الموسم إلى نهاية الموسم، إلى مقابلة ما قبل الأخيرة، طريقة لعبه ما يعتمدش على الدفاع في المقابلات كاملة في توقيت كبير، في وقت كبير، وما يعتمدش على الهجوم المفرط في توقيت كبير، يعتمد دائما على بناء اللعب، يخليك تلعب، يستناك خاصة في بلوك ميديون في وسط الميدان، ويحاول كيفاش يريح اللاعبين تاعو، ماشي من اللاعب، ماشي من الفرق اللي دير البريسينغ سواء او والله على الفريق المنافس باش ترجع الكره، دائما ما يريح ويمشي في الهجمات المعاكسه، وعنده نقطه قوه انه يعتمد على البناء ويعتمد على الهجمات المعاكسه، وقليل من تلقى فرق تبني
تعرف تبني وتعرف تلعب الهجمات المعاكسه. هذا يشبه لك تقريبا نفس طريقه لعب ريال مدريد. ريال مدريد يعتمد على الهجمات المعاكسه، ولكن فريق يقدر يبني لك اللعب. بار كونتر ممكن انديه واحده اخرى تعتمد على البناء فقط، وانديه اخرى تعتمد على اللي كونتر اتاك فقط. اداره الميلان من اجل تحفيز لاعبيها حددت مبلغ 200 الف يورو لكل لاعب في حال تتويج به اللقب. يعني بريم كونسيكونت. انا بقول لي قلت لي إذا كملوا 84 الاثنين محمد الميلان سيكون يحسبوا يعني بين الميلان ولا جولا فيراج بارتيكولي في بريميرمون ومن بعد دوزيام جينيرال. نعم يعني 200 ألف أورو يعني مكافأة كبيرة، ولكن هذا ما ماشي هذا راح يخليهم باش يندافعوا يلعبوا المقابلة باش يربحوا. إذا لما تدخل في 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 الميدان محمد باش تلعب مقابلة تنسى كل الأموال، المهم هو فوز بالدوري. شفت الاجواء مقابلات الاخرى، خاصه اجواء مقابله اتلانتا، شفت لي تريبيون كيفاش كانت صنعوا كيفو الاول كيفاش كانوا يناصروا في الفريق. مش حاب نقول له بكي تدخل في الميدان تنسى الاموال. تنسى الاموال ما تفكرهمش كاع. لو بليز امبورتون سي لو تيتر، هو صح. لي 38 مقابله هما يجروا موراه، واكثر من 12 سنه هما يجروا موراه. نعم ولو بليز امبورتون. حارس ميلان لعب دورا هاما في تتويج فريقه ان تم هذا الموسم، وتحصل على جائزه افضل حارس في الدوري الايطالي. هذا الحارس الفرنسي امين ماينان، هل يستحقها؟ اكيد قدم موسم استثنائي، كان واحد من اهم العناصر التي لها الفضل الكبير في تصدر نادي ميلان للدوري. في كل مباريات تقريبا يقدم دائما مردود جيد، اكثر من جيد، تصديات اعجازيه في كل المباريات، لذلك واحد من احسن حراس في ايطاليا هذا الموسم. كانوا خايفين منه لما جابوه من الليل، يعني كانوا خايفين انه ما ينجحش كما مثلا دوناروما، وذهب دوناروما كان بالك الاثر السلبي على على دفاع الميلان، لكن عوض دوناروما احسن تعويض، وكان بين احسن لاعبين متواجد في المنتخب الوطني فرنسي. نعم عنده وقت هو متواجد من الليل، انضم لدات البطوله كان متواجد كحارس ثاني او ثالث. نعم الانتر سيلعب من اجل الانتصار على سامدوريا والبقاء في غرفة الانتظار. والانتظار كان مصيره بين يديه، ولكنه ضيع الفرصة. شوف ضيع الفرصة كما قلنا مرة فاتت، ماشي مرة ولا زوج ولا ثلاثة، ضيع كثير من الفرص من الديربي تاع ميلان انتر لما فاز الميلان 2-1، كان متأخر بهدف لصفر وكان الانتر اللي فايز. من هذيك المقابلة بدأت الأمور تسير لصالح الميلان، ورغم تعثر ميلان في كثير من المقابلات الا ان لما يتعثر ميلان انتر كذلك يتعثر، وهذا من حسن حظنا للميلان. نعم كيف سيكون حال المعلق الايطالي المجنون كرودينلي في حال تتويج الميلان؟ شاهدوا كيف كان حاله بعد تسجيل ثيو هيرنانديز هدفا في الجوله الماضيه امام اتلانتا. الأول هدف ثيو، في الثاني هدف لياو. باش ذكرك محمد لمين بن شبيه في المقابلة الأخيرة تاع الريال مع سيتي. أنا أضمنك بأنه تفاعل لمين بن شبيه كان أكبر. فرحة إستيرية يعني. هبدا يا لا تخاف عليه لما تشوف كيفاش كان يدير. يعني أنت وهذا راكم قريب كيف الله غالب. نعم الله غالب. الانتر اذا خسر لقب هذا الموسم فما عليه الا ان يلوم نفسه خسرته. نفسه، لان عده مرات كان قادر يعني بيفوز بالمرتبه الاولى، ولكن ما عرفش كيفاش ياخذ الحظ هذايا. والميلان اذا فاز هو قاعد يستحق، والخاسر الاكبر هو نادي نابولي.